هل يجوز أخو زوجي يبقى معي في شقة وزوجي مش موجود؟ يعني ممكن يكون زوجي في شغل وأخوه يكون معي في يكون في إجازة، وأنا بقول لزوجي حرام نبقى أنا وأخوك لوحدينا. كلامك صحيح، حرام الخلوة محرمة مع أخ الزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أخو قال الحم الموت، وقال لأخلوان رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. السلام عليكم.